فيما يبدو ان وزاره التربيه والتعليم كل ما تتزنق تتكلم عن التابلت، مش عارف ايه علاقه كفاءه الماده التعليميه المقدمه للطلاب بوجود التابلت. يا باشا انت عندك كوارث تتعدى يعني مجرد توزيع كام تابلت على الطلبه. عندك مشاكل في البنيه التحتيه للمدارس، عندك مشاكل في صيانه المدارس وترميمها لدرجه انها بتقع فوق دماغ الطلبه، عندك عجز فاضح في عدد المدرسين، عجز فاضح في عدد الفصول، عندك عجز في المواد التعليمية الوسيطة، عندك عجز ومشكلة في المواد، عندك مشكلة في الدروس الخصوصية، مصيبة سودة في الكتب الخارجية، عندك أزمة في المدارس الخاصة، عندك أزمة في كل حاجة. بسم الله الرحمن الرحيم، حط قدامك ملف التعليم ومكان ما تمد ايدك تطلع بكارثه ومصيبه سودة. حكومه بقى سايبه كل هذه المشاكل وسايبه كل هذه الازمات وطالعه بتكلمنا تاني وتالت ورابع عن التابلت. انتوا فشلتوا سنه 2019 في التابلت، 2020 في التابلت، 21 و22 بتكرر تاني هذا الفشل في التابلت، وقال لك ان امتحانات اولى ثانوي السنه دي هتتم عن طريق النظام والسيستم والتابلت. طب ايه حصل قبل كده في التابلت؟ قبل كده التابلت اشتروه الطلبه وما اشتغلش، امتحانات اتعملت اونلاين والسيستم ما جاش، الحكومه فشلت حتى في ربط التابلت بسيستم الوزاره، ده فضلا عن ان القرى والنجوع في بعض المحافظات غير ما فيهاش انترنت اصلا. النهارده في محافظه اسكندريه على سبيل المثال، تعليم اسكندريه يتسلم 40,000 جهاز تابلت لتوزيعها على طلاب الصف الاول الثانوي، ده طبعا تمهيدا لامتحانات الترم الاول حسب ما اعلن السيد وكيل وزاره التربيه والتعليم الدكتور عربي حجازي. ده بعد ايه؟ ده بعد اجتماع عقده وزير التعليم قبل كام يوم بوكيل التعليم في اسكندريه لمناقشه عجز المدرسين والفصول ومشاكل التعليم في اسكندريه. ده اللي اتقال اهو، وزير التعليم حسب البيان اللي خرج عن الهيئة العامة للاستعلامات يوم 17 سبتمبر اللي فات، قال لك وزير التعليم ومحافظ اسكندرية يعقدان اجتماع مع قيادات التربية والتعليم بالمحافظة. وعلى عينك يا تاجر، كل واحد من قيادات التعليم جاي يقول للوزير مشكلتي في كذا، اللي عنده مشكلة في المدرسين قال، واللي عنده مشكلة في الأبنية والمدارس قال، واللي عنده مشكلة في المواد التعليمية قال، يقوم التعليم الوزير يرمي كل ده في الـ في الـ في الـ في الزبالة أو يرميه على جنب، ويجي يقول لهم طب بقول لكم إيه؟ طب ما تاخدوا 40,000 تابلت تمشوا حالكم بيهم. يا بيت طلبة مش لاقيين حتة يقعدوا فيها. لا حاول طيب تراضي كل طالب بتابلت، وطبعًا كل طالب هيدفع 105 جنيه تأمين عشان خاطر التابلت، حتى التابلت مش لله والوطن. ال 40,000 تابلت دول حكومة جمع على كل تابلت 105 جنيه، ده تأمين حسب كلام السادة، وده حل السيد الوزير لمشاكل محافظة اسكندرية. تعليم اسكندرية قال لك لم نتلقى شكاوى من امتحانات التابلت لصفوف النقل، ده كان في مايو اللي فات، الصف اللي هو السنة اللي فاتت، ودي صورة الدكتور عربي أبو زيد وكيل التعليم في الوقت اللي كان سيادته أو وكيل التعليم في اسكندرية بيقول لك ما عندناش مشاكل، كان أولياء الأمور والمعلمين بيطالبوا بإلغاء امتحانات التابلت وتطبيق البابل شيت ده، لأن امتحانات التابلت بوظت مستقبل عيالهم والطلبة لم يحصلوا على نسب متكافئة أو متعادلة في عملية الامتحان. سيد الوكيل بيقول لك الدنيا تمام وقلصة وزي الفل، أولياء الأمور والمدرسين والطلبة بيقول لك إن أفشل قرار خدته الحكومة هو تحول الامتحانات للتابلت. خلنا والله الموضوع مش محتاج حزبة بيرما ولا محتاج نخترع العجلة، احنا بلدنا او نظامنا التعليمي غير مؤهل لموضوع التابلت من الاخر كده، واللي يزعل يزعل يخبط دماغه في الحيطة. احنا لا البنى التحتية التكنولوجية في البلد ولا كفاءة ومستوى الطلبة ولا طريقة التعامل من المدرسين والسادة المديرين في وزارة التربية والتعليم ولا حتى نمط المدارس ونمط المناهج مهيأ للتعامل مع التابلت. خلاص اعترف ان انت فشلت، انت دفعت مليارات لصناعة او عمل هذا التابلت وفشلت، اعترف بقى وحطه على جنب، تعال نطور. عندنا مشكلة في المدرسين، عين مدرسين يا سيدي بدل ما تعين او بدل ما توزع 40,000 تابلت. اسكندرية لوحدها
فيها عجز في المدرسين يتجاوز 56,000 مدرس. بدل ما توزع 40,000 تابلت عين لي 40,000 مدرس في اسكندريه. اسكندريه لوحدها فيها عجز في الفصول بيتجاوز 61,000 فصل. بدل ما توزع 40,000 تابلت ابني لي 40,000 فصل، مش هقول لك لا، حل لي مشكله الدروس الخصوصيه اللي خربت بيوت الناس، وبعد كده تعالى وزع تابلت. ساعتها هقول لك برافو كتر الف خيرك، لان انت سايب عمليه حل المشاكل وعمال بتجود لي، عامل زي اللي بيته خربان من جوه، ما فيهوش لا اكل ولا شرب ولا كهرباء ولا غاز ولا نيله، وعمال بيبيض لي في البيت من بره ويرسم لي علم مصر ويكتب لي تحيا مصر. لا ده كده غلط، احنا عندنا كارثه في العمليه التعليميه لن تحل بتوزيع 40,000 تابلت على الطلبه، تحل بتعيين مدرسين وبناء فصول. شايف كده كمان على ذكر موضوع التابلت واحنا بنتكلم عن اسكندريه، التابلت اللي توزع في اسكندريه قبل كده تم اكتشاف مواقع اباحيه ومقاطع مخله على هذا التابلت، وكان رد، قال لك رد ناري من وزير التعليم بشان استخدام الطلاب التابلت في المواقع الاباحيه. ده كان ايضا في محافظه اسكندريه، طلبه عندهم 12 و13 و14 سنه، يا دوب لسه كده في اولى ثانوي، بتديهم الحكومه تابلت وتوصلهم بالانترنت دون رقابه ودون حمايه. بدا بعض الطلبه بينشروا مواقع اباحيه داخل المدارس لانه قاعد سيستم مش شغال، فبيسلي نفسه بيخش على مواقع اباحيه. وقال لك رد ناري من السيد وزير التعليم. ايه الرد الناري؟ قال لك والله دي مشكله الاباء واولياء الامور والوزاره بريئه من هذه المشكله. نشوف كده هذا الجزء من كلام وزير التعليم عن الاستخدام الخاطئ للتابلت داخل بعض المدارس في محافظه اسكندريه. برابع سنه من استخدام هذه الاجهزه، الكلام ده يعني مالوش موقع من الاعراب يا استاذ سيد. التابلت ليس، بص، اذا كنا بنربي زي زمان في البيوت بنوجه صح، مش هنقفل على نفسنا لاسباب زي اللي بتتقال دي خالص. والولاد دي معاها موبايلات ومعاها وسائل كثيره جدا مش محتاجه التابلت بتاعتها. اللي عاوز يخش على كده بقى نلغي التابلت، نلغي الشاشات الذكيه، والموبايلات موجود عليها والكمبيوتر. يعني بص، في نغمات بتطلع وتنزل كده كل شويه، كما لو كان صاحبها لا يهدف الى شيء سوى، هو ما بيقولكش حل، هو بيشكو من شيء بلا اضافه اي حل او بديل او تحليل علمي، فالكلام ده مرفوض قلبا وقلبا. رابع سنه من استخدام هذه الاجهزه، الكلام ده يعني دي كانت حجه السيد الوزير ان اولياء الامور هم السبب، واذا كان تابلت الحكومه او تابلت الوزاره عليه مواقع ومقاطع اباحيه فالموبايل عليه والكمبيوتر عليه، فعادي يعني الناس لبعضيها. ده كان ايه يعني ملخص كلام ومبرر سياده الوزير. سيب التابلت على جنب ومشاكله وازماته على جنب، تعال نتكلم بمنتهى الشفافيه عن مشاكل اسكندريه في ملف التعليم. خبر اهو، زحام وعجز وتحرش بالطلاب في اسكندريه، والنواب بيطالبوا بحلول عاجله. الوزير بيقول استثمرنا في ابنائنا وهنعبر للمستقبل، والساده النواب بيقول لك ان الزحمه في الفصول تجاوزت 90 او 91 طالب في الفصل الواحد في محافظه اسكندريه. انا مش متخيل الطلبه اللي مش عارفه تقعد على التخت في اسكندريه جاي توزع عليها تابلت. طب اشتري لهم تخت الاول. 91 طالب اهو، الفصل بيضم 91 طالب، ارقام صادمه عن كثافه الفصول في مصر. محافظه اسكندريه نموذج، عدد الطلبه في الفصل الواحد تجاوز 91. طب الطلبه دول يقعدوا ازاي؟ اهو اسكندريه والقليوبيه واسكندريه عدد الطلب ده كمان القليوبيه واسكندريه اكتر من 110 طالب. دي محافظه، ده خبر تاني من الدستور. طيب مش متخيل ان فصل قد كده قد الحق التخته الواحده اللي المفروض يقعد عليها 2 طلبه او 1 بيقعد عليها 4 طلبه، قاعدين في الطرقه وواقفين على السبوره، وطلبه قاعدين ورا، وجاي تقول لهم اتفضل تابلت. ده عامل زي اللي جعان مش لاقي ياكل وبيموت من الجوع وانت رايح تدي له ورده. يا باشا حل الاول المشاكل الاساسيه. الفلوس اللي صرفت على التابلت دي كانت تقدر تحل جزء من الازمه. 40,000 تابلت اتحولوا اتوزعوا في اسكندريه كانوا يحلوا جزء من الازمه. هيستفيد اصحاب المدارس العاليه وابناء
مش عارف اللي في المدارس اللي ايه، لكن الطلبة العاديين أبناء المدارس الحكومية اللي طافحين الكوتة وقاعدين 110 في الفصل الواحد لا هيستفيدوا من التابلت، بل إن كمان التابلت ده ممكن يكون وسيلة لإفساد الطلبة. عارف ليه؟ الطلبة دول في العادة يعني ما معهمش موبايلات، طلبة المدارس الحكومية، وفي العادة الإنترنت عندهم إما في البيت ضعيف أو مش موجود أصلا، وبياخد موبايل أمه أو أبوه ساعة في اليوم، فتيجي انت تقول له خد تابلت وانترنت مفتوح في المدرسه وعيش. طبعا مفيش مدرس يراقب ولا في اخصائي يتابع ولا في سيستم ونظام يحجب المواقع، فالطلبه بيحصل معاها زي ما حصل في اسكندريه وطلع سياده الوزير يبرر. خبر ايضا بيقول لك برلمانيه تحذر من انتشار الامراض بين طلاب اسكندريه بسبب تكدس الفصول. دي كانت مين بقى؟ دي كانت البرلمانيه الهام المنشاوي في طلب احاطه اتقدم لسياده الوزير. بنتكلم عارف عن ايه؟ عن فصول اصبحت قنبله موقوته. اي مرض لا قدر الله، اي اصابه لا قدر الله بفيروس، بمش عارف بميكروب، باي مرض وسط 110 طالب في فصل مقفول، ده انت كده قول على الفصل ده كله اصيب بهذا المرض حسب ما قالت البرلمانيه الهام المنشاوي. خد كمان الأسوأ والاجدى، ان تعليم اسكندريه لما أعلنت تفاصيل البرنامج العلاجي لمشاكل ضعف القراءة والكتابة لطلاب اسكندرية كانت النتيجة صادمة. نتيجة صادمة أن 17% من طلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية في اسكندرية ما بيعرفوش يقروا ويكتبوا. ده ليه؟ طالب بيروح مش لاقي حد يعلمه، مش لاقي حد يديله، واللي معاه فلوس بياخد درس، واللي ما معهوش مش من حقه يتعلم. ضيف عليهم كمان زيادة المصروفات 30%، أولياء الأمور في المدارس القومية باسكندرية بيستغيثوا اللي بيحصل ده حرام. ده باختصار يعني بدون لا مبالغة ولا إن احنا نتغاضى عن الأزمة، اسكندرية مشكلة زيادة أعداد الطلبة، الأمراض اللي ممكن تصيب الطلبة اللي موجودة في فصل واحد، عدم انضباط المدرسين والعجز في المدرسين. شايف هذا الخبر؟ هو ده بالمناسبة الدكتور عربي أبو زيد اللي هو وكيل التعليم في اسكندرية اللي بيفتخر بالأربعين تابلت، قال قبل كده تغلبنا على عجز المدرسين ونسعى لتخفيف الكثافات. تغلبت ازاي يا دكتور؟ الراجل ده ما شاء الله عليه، يعني تقريبا ليه مستقبل كويس لأنه بيحل كل المشاكل. في يناير اللي فات قال لك اتغلبنا على المشاكل، شوف تغلبه عن المشاكل كان بالندب الجزئي بالندب الجزئي للمدرسين. عمل ايه سيادته؟ جاب مدرسين العاب وخلاهم يدرسوا للطلبه حساب وقراءه. وده طبيعي لما مدرس الالعاب يدرس لطلبه ابتدائي حساب وقراءه واملا، يبقى عندنا 17% من الطلبه ما بيعرفوش يقروا ويكتبوا. جاب سيادته اللي خرجوا على المعاش وشغلهم بالحصه، وجاب خريج الدبلومات الفنيه وعينهم بالحصه في محافظه اسكندريه، وقال لك الحمد لله اتغلبنا عن العجز. ده وضع ملف التعليم في محافظه زي اسكندريه بتعاني من العجز والاهمال، وسيادته النهارده بيفتخر بالتابلت اللي قبل كده في اسكندريه اتباع على مواقع التسويق الالكتروني زي اوليكس وغيرها، وكمان في اسكندريه اكتشفوا ان مدارس كامله الاجهزه بتاعه الطلبه عليها مواقع إباحية ومقاطع مخلة. سيادة الوزير لحل الأولى ولا حل الثانية، ومستمرة أيضا في الفشل. للأسف أنا كنت أحد، وبعترف يعني كنت أحد المتفائلين بالدكتور رضا حجازي. يوم ما جه رضا حجازي قبل حوالي سنة ونص قلت ده الراجل بتاع تبشيرة، لو هو جاي من الفصل بدأ حياته مدرس وبعدين موجه ومدير وكيل وزارة لحد ما بقى وزير، يعني عارف من أين يؤكل الكتف. لكن مع الأسف الوزير رضا حجازي ماشي على خطى الوزير اللي قبله بالملي، نفس اللي عمله قبل كده الوزير اللي فات بيعمله رضا حجازي النهاردة، كأن دي سياسة دولة تقريبا أو كلام بيجي لهم من فوق. بوظوا التعليم في البلد، بوظوا سلوك الطلبة في البلد، اهتموا بالفرعيات ولا تهتموا بالأساسيات، سيبوا العجز في التعليم، سيبوا العجز في المدرسين، خلوا الأعباء تزيد على أولياء الأمور عشان محدش يفكر يتكلم في سياسة أو يبص حواليه، خلوا الطلبة ياخدوا درس في مادة واثنين وثلاثة، يشتروا كتب خارجية لأن في شركات تابعة الحكومة بتطبع الكتب الخارجية. ده واقع.
من يخطط ضد التعليم في البلد؟ مين اللي من مصلحته تخريب التعليم في البلد؟ سؤال بطرحه على حضراتكم لعل حد في حضراتكم يكون عنده إجابة لهذه المعضلة. بلدنا بتصرف على كل حاجة إلا التعليم، بلدنا بتهتم بكل حاجة إلا التعليم. بالمناسبة ومعلش تحملوني، العجز اللي موجود في المدرسين واللي موجود في الفصول واللي الحكومة كل سنة تقول مش عارفة سده، والله ميزانية الطرق والكباري اللي بتتعمل على الفاضي والمليان في سنة تحل مشكلة التعليم. قلل من إنتاج الأفلام والمسلسلات في سنة تحل جزء من مشكلة التعليم. معلش اعمل هولد أو اعمل وقف شوية من البهرجة اللي سعادتك بتعملها في سنة حل مشكلة التعليم. مشكلة التعليم دي مشكلة عاجلة تتفاقم. كرة التلج بتكبر، السنة اللي فاتت كان عندنا عجز ربع مليون مدرس، دلوقتي داخلين على 300,000 مدرس. السنة اللي فاتت كان عندنا عجز في الفصول مش عارف 350,000، داخلين على عجز 400,000 فصل. كل سنة الطلبة بيزيدوا والعجز بيزيد والمدرسين بيطلعوا معاش وخريج الكليات التربية والكليات الآداب قاعدين من غير شغل. حل مشكلة التعليم، تحل مشكلة البطالة، تحل كل المشكلات في البلد، لكن انت ما عندكش نية انك تحل هذه المشكلة وسايبها تكبر قدام عينيك لهدف ما. اتمنى حد في حضراتكم يقدر يوضح لنا هذا الهدف. فاصل نروح نشوف ماذا يحدث في مصانع العلف. الحكومة اللي شغالة بدون رؤية وبدون استراتيجية كالعادة بتستثمر او بتحل المشكلة في الاتجاه الخاطئ.